في وسط صعيد مصر، قرر الرجل الأربعيني سعيد أبو الليل أن يتخلى عن طريقه المعتاد بعد تخرجه وأن يكون له مشروعه الخاص، فطموحه الدافع للاختلاف. مشروع سعيد هو المصنع الأول والوحيد داخل الجمهورية بمحافظة المنيا لإنتاج وتصنيع الأساس الطبي والمكتبي. فكرة بدأت عندي سنة 2000، بدأت فيها بس كان لسه فكرة الصناعات والدولة ما اتجهتش للتصنيع في المناطق الصناعية. سنة 2000 كانت لسه إمكانياتي برضو ضعيفة. بدأت في موضوع ورش صغيرة، مش عايز أقول لك، أنا بدأت من البيت عندي، بقينا ناخد الأجهزة الطبية القديمة نعملها ريسايكل إعادة تصنيع مرة تانية، وبقينا نجيب ناس ممكن تدهن الحاجة ديت وتعمل لها دهان وتعمل لها إعادة تصليح ونبيعها. لحد ما جت الفكرة عندي بعد كده إن أنا بدأت أجيب المكنة الجديد وأسوقه، وروح للناس اقول لهم طب انت دلوقتي لو عايز تعمل تغيير للعياده عندك او المستشفى عندك، باخد الحاجات القديمه وادي له مكان حاجات جديده، والحاجات القديمه ياخدها قطع غيار سبير بار واجددها واعملها تاني. حصل سعيد على دعم لمشروعه الصغير وفكرته التي تحولت الى واقع من جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر بدعم مادي حوالي 300,000 جنيه بفائده متناقصه 5% على المشروعات الصناعيه. جهاز تنميه المشروعات الصغيره اول ما بدات معاه هم جم بعتوا لنا، كان الناس يعني التعاون معاهم طبعا عرضوا علينا الفكره وقدمت لهم دراسه جدوى. ايه طلباتك ايه؟ انا كنت محتاج في الاول مكن تنيات ومقصات معينه بتتعامل مع تشكيل المعادن الخاص بالصاج. هما بقى جبت لهم عروض اسعار وهما جابوا لي المعدات دي. طبعا الحمد لله سددت. النهارده بدا عندي المعده بقى عندي 2 و3 و4. هو اول قرض اخدته على 3 سنين من الصندوق الاجتماعي كان فايده 7% اللي هو كان جهاز تنميه المشروعات الصغيره. النهارده وصلنا ل 5 مليون جنيه اللي هي المبادره بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي 5% على 5 سنين متناقصه. يقدم جهاز تنميه المشروعات دعما ماديا بفائده ضئيله، والى جانب ذلك الدعم الفني والتدريبات التي تؤهل المستثمر من نجاح وتنفيذ مشروعاته. فرع جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر كان ضخ مبالغ ماليه اعتبارا منذ انشائه في 92 وحتى عام 2018 30/9. ضخ 2.9 مليار. دي وفرت فرص عمل 468,000 فرصة عمل تحققوا نتيجة إقامة 355 مشروع من خلال هذه المبالغ المالية التي تضخت. سعيد لا يكفيه هذا النجاح الذي حققه خلال 12 عاما فحسب، بل يطمح في أن يصل منتجه إلى جميع الدول العربية والأجنبية، فبالفعل استطاع أن يصدر إلى ليبيا والسودان وبعض الدول الإفريقية من خلال مشاركته في مختلف المعارض الدولية والمحلية.